الملك إذا فكرنا بصحة الملك عبد الله يجب أن نستحضر هذه الحقيقة، أنه هو المظلة التي تبقي هيبة ومصداقية العائلة ووحدتها، وإذا راح ما في أمل تبقى. طيب من هم المرشحون لولاية العهد على أساس لو بقي الملك حيا؟ مع أنه والله بعض الأطباء يقولون يعني الأيام القادمة تنبئ عن مفاجآت للملك عبد الله. من هم المرشحون؟ سلمان هو المرشح التقليدي والتلقائي. سلمان يعني أنا يعني أسأل الناس لهم علاقة بالعائلة الحاكمة من زمان، أقولهم إذا مات نايف من هو بعد نايف؟ سلمان، كلهم يقولون سلمان، يعني سلمان هو المرشح التقليدي والتلقائي، لكنه يعاني من ألزهايمر، مرض الخرف، يعني هو دخل في مرحلة الخرف، وذلك فهو دائما محاط بأبنائه حتى لا يصدر منه أمر محرج. يعني معاه ولده فيصل ومعاه ولده محمد، ما يتعامل مع الإعلام ويتعامل مع الشخصيات الثانية إلا بانضباط من أبنائه حتى ما يخبص. طبعا مو هو اللي يقرر، هو طبعا اللي عنده ألزهايمر ما يدري أصلا عنده ألزهايمر، ينسى، لكن عياله يحرصون على أن يبقوا حواليه حتى يضمنوا أن لا يصدر منه شيء محرج. طلال أصلا انسحب من هيئة البيعة، فيعني كأنه بغباء أبعد نفسه، يعني ما كان بإمكانه يصبر شوي لعل نايف يموت، لكن تورط الآن ما يمديه يرجع لهيئة البيعة، ما له أمل، ليس له أمل في العودة. على كل حال هو منبوذ داخل الأسرة غير محبوب، وفضح نفسه خارج الأسرة بعد أن كشف الصك المشهور انعدام مصداقيته، وهو يعاني من ثقل في السمع واكتئاب وآلام شديدة في المفاصل ومضاعفات التدخين. هو مدخن شره، عنده مشاكل التدخين في الصدر وعنده بلاوي أخرى، طبعا هو يعني يعاني من مشاكل أخرى لكن هذه التي يمكن إعلانها. رجل سمعه ثقيل، يعني ما عاد يعني ما يصلح الإنسان سمعه ثقيل، ما يصلح يعيش مع الناس. الصك الذي تسرب ما عاد قدر يرقع، يعني كان يدعي ما عنده 40,000 متر، ثم فجأة إذا الناس تتكلم عن 20 مليون، وحاول يمين يسار يرقعها ما استطاع، حتى حط تغريدة ومسحها بعدين لأنه وجدها غير ممكنة. أما الذين يتقدمون في السن على سلمان مثل مشعل ومتعب وعبد الرحمن وتركي، فهؤلاء كلهم في وضع صحي ونفسي سيء، ومعظمهم في المستشفيات أو في الخارج العلاج ما عدا تركي طبعا. عبد الرحمن ومتعب ومشعل كلهم تعبانين جدا. يعني تركي بن عبد العزيز أفضل من الآخرين، رغم أنه مر بمرحلة تعب فيها صحيا ويعني ابتلي بمجموعة بلاوي كثيرة، لكنه ضر نفسه حينما تشبث بزوجته التي كانت سبب في بقائه في الخارج، يعني تعاند مع أخوانه وسافر قعد في الخارج حوالي 20 سنة تقريبا، فضرت هذه المسألة، لا أكثر من 20 سنة، 25 سنة تقريبا ضرته، يعني صار دوره في الأسرة ضعيف جدا، فصعب يعني من الصعوبة بمكان أن يعطى تركي دور. أما مشعل ومتعب عبد الرحمن كلهم على كراسي. يعني أما بقية الصغار مثل أحمد ومقرن وهذلول وممدوح لن يوافق عليهم الكبار مطلقا، أولا بسبب العمر، ما راح يقبلون، والله يقفز الجميع إلى مقرن، والله يقفز الجميع إلى ممدوح، يقفز الجميع إلى هذلول ولا إلى أحمد، وبعضهم يحتقر عنصريا يعني بسبب يعني أخواله اللي من أفريقيا، فتعرف آل سعود حتى داخلهم عنصرية، يمكن يقبلون اللي أخواله بيض لكن اللي أخواله سود يعني عندهم عنصرية. طيب بناء عليه كيف سيتم اختيار ولي العهد؟ إذا بقي الملك سليم صحي مسلم، يعني مقبول وضعه صحيا، إذا بقي الملك وضعه مقبول صحيا، فمن غير الوارد أن يقفز إلى الأحفاد، يعني سيبقى في أبناء عبد العزيز، والاختيار لن يكون نظامي عن طريق هيئة البيعة، الاختيار سيكون مثل طريقة تعيين نايف، لا هيئة بيعة ولا هم يحزنون. هيئة البيعة نظامها معقد، يجتمع الجميع وتجي ترشيحات وتصويتات ومدري إيش. عبد الله بن عبد العزيز هو اللي حط النظام على جنب وجابهم قال لهم ترى أنا اخترت نايف، قالوا إيه خلاص، ما طولت السالفة كلها من الألف إلى الياء، ما طولت 20 دقيقة، حتى 20 دقيقة ما استغرقت في كلمات ترحيب ومجاملات. أما الكلام اللي فيه فعلا ترشيح نايف وموافقة الآخرين هو كله 20 ثانية، مو 20 دقيقة، 20 ثانية. أنا اخترت نايف، أحد عنده معارضة؟ ما أحد عنده معارضة، حتى نايف ما حتى طلال ما قال ولا كلمة. فإذا من غير الوارد
أن يقفز آل سعود للأحفاد، ما راح يروحون محمد بن نايف ولا متعب بن عبد الله ولا، إلا في سيناريو واحد سأتيه بعد قليل. فإذا الاختيار لن يكون بالطريقة النظامية، لن تلتقي هيئة البلعة بالبيعة بالطريقة النظامية، بل سيجمعهم عبد الله ويقول لهم والله عينت فلان بايعوه. هذا إذا صحت طيبة، إذا صحت تعبانة يعني راح تكون الدنيا حوسة. طيب، ما مدى استعداد الأسرة لقبول ولي عهد يعني معين، يعني سواء سلمان ولا غيره؟ نقول نظرا للإشكالات التي ذكرت، يعني مرض الملك وعدم جاهزية ولا تأهيل أبناء عبد العزيز، وعدم استعدادهم للقفز للجيل الثاني، وعدم استعدادهم للقفز للصغار من عيال عبد العزيز، نظرا لهذه الإشكالات فلن يكون اختيار ولي العهد أن تراض واختيار، بل سيفرض فرضا. ما يمكن يكون في تراضي، لا لازم يصطدمون بجناح في الأسرة، لازم يكون في اصطدام بجناح في الأسرة، نظرا لعدم وجود شخص مقنع للجميع. ففرصة الخلاف واردة وستحصل بصوت مرتفع. يعني نايف كان في تحفظ من طلال وتحفظ من عبد الرحمن، لكنهم بس اثنين، والاثنين هذولا أدركوا أن تحفظهم ضائع ما له قيمة، فأحسن لهم ينطمون يسكتون. نظرا لمرض الملك فربما يتدهور وضعه أو يموت قبل اختيار ولي العهد وينفرط العقد فورا. هم حسب ما سمعت الإشاعة أنه سيعلن شيء غدا في ولاية العهد، لكن هل هذا سيتم أو تؤجل إلى يعني إلى الأسبوع القادم؟ الله أعلم. نظرا لعدم وجود آلية ضبط في العائلة الحاكمة، فلن يكون احتواء الخلاف إذا اندلع ممكنا، فلن يمكن احتواء الخلاف إذا اندلع. ما في آلية معظم العوائل الحاكمة في العالم عندها آلية، عندها دستور داخل العائلة يحكمها. ما في جماعتنا عندهم هذه اللي يسمونها هيئة البيع المعقدة، اللي يعني لا يمكن أن تطبق، وحتى لما جت الحالة الحاجة لها لم تطبق. فإذا ما توجد آلية في العائلة الحاكمة تضبط الخلاف، ولن يمكن احتواء الخلاف إذا اندلع. طيب، من ضمن النقاط المهمة التي لها علاقة بتداعيات الوضع، تطلعات التويجري وتدخلات أمريكا. نحن نعلم أن التويجري يمسك حاليا بزمام 80% من شؤون الدولة، وهو يتطلع إلى البقية الباقية اللي هي 20%، يصير يمسك بزمام 100% من شؤون الدولة. كيف نجح في ذلك؟ استفاد من تسخير شخصية عبد الله له، الملك معطيه الخيط والمخيط، واستفاد من عجز الشخصيات الأخرى، يعني سلمان، نايف، أمراء المناطق، ما حد يقدر يناقش الملك في النفوذ الذي يتحلى به. بالعكس، تلقاهم هم يتوددون لخالد التويجري لأنهم يعرفون أنه هو المفتاح للملك. التويجري استفاد من الفترة اللي مرت، عمل لنفسه شبكة داخل العائلة وخارج العائلة، يعني عمل نفسه شبكة من الوزراء وشبكة من المسؤولين وحتى من المشايخ. هذا رئيس الهيئات من يعني صديق مقرب جدا لخالد التويجري، وله مشايخ مجموعة من هيئة كبار العلماء هو اللي جابهم، وناس من القضاء قضاة هو اللي جابهم، عنده وزراء وعنده قضاة وعنده هيئة كبار العلماء وعنده ناس من المثقفين وعنده ناس من الجهات الإعلامية، يعني شبكة ضخمة من الجهات الإعلامية تخدم خالد التويجري. بل عمل لنفسه علاقات قوية داخل الأسرة، وخاصة عيال عبد الله، الآن له علاقة قوية مع متعب بن عبد الله، وهناك نوع من التفاهم معه فيما لو انحاس الوضع أنه يتفقون على ترتيب معين بحيث يصير متعب ملك ويصير خالد التويجري رئيس وزراء. لكن أهم حاجة سواء التويجري أنه بنى علاقة وثيقة جدا مع أمريكا، وهو على خط ساخن مع البيت الأبيض من خلال عادل جبير، وجعلت أمريكا دورا كبيرا التويجري في المستقبل كأحد خيارات التغيير. عادل جبير يجي للمملكة تقريبا كل أسبوع مقابلة شخصية مباشرة، يعني أمريكا حساسة لا تريد حتى مراسلات، لا بالإيميل ولا بالتليفون، تريد سرية كاملة، تبي تفاهم مباشر
مع خالد التويجري والملك، خالد التويجري والملك وأمريكا بس عن طريق عادل جبير، فمراسلات شخصية. هذا الكلام كله تهيئة لخالد التويجري للمستقبل. لكن ما يمكن، أمريكا لا تريد أن تربك لعبة العائلة الحاكمة إلا إذا أيست من العائلة الحاكمة، فعندها متعب وعندها خالد التويجري. إذن بناء على هذه المعطيات، ما الذي توصي به الحركة؟ احنا ما ندري، يعني ما نقدر نقول حتى ماذا نتوقع. يعني انت عندك الملك يمكن يموت يمكن ما يموت، يمكن يمرض يمكن ما يمرض، عندك يتفقون على سلمان ولا ما يتفقون، يتفقون على شخص ثاني ولا ما يتفقون، يمكن يعلون الان يمكن يعلون بعد اسبوع بعد شهر، الله اعلم. يمكن يعني الخلاف يندلع الان يمكن يندلع بعدين. فلذلك نحن، وكذلك بالنسبة لتغيير الوضع بما يخص المعتقلين، ما الذي سيحصل؟ نفس الشيء، القضية كلها مبنية على أن العائلة متفقة على القمع. ولهذا بناء على كل هذه المعطيات، كل هذه المعطيات الحركة توصي بالتالي: أولا عدم ربط القمع بنايف. ما نقول والله خلاص مات نايف أطلق سراح المعتقلين اطمئنوا، لا، هو طبعا راح يطلق سراح المعتقلين غصبا عليهم، راح ترتبك الاسره ويصير فيها مشاكل وبلاوي ويطلعون المعتقلين غصبا عليهم، وان شاء الله وان شاء الله يكون خروجهم جزء من مشروع تغيير شامل ان شاء الله. لكن ما هو والله طلع مات نايف طلعوا المعتقلين وبقي النظام كما هو، لا، غير صحيح. فاذا عدم ربط، يعني نحن نوصي الجميع وخاصه اقارب المعتقلين الذين تحركوا في نشاطات مظاهرات ومسيرات، لا تربطوا المعتقلين بنايف، أبقوا كل الهمة وأبقوا كل البرامج والنشاطات الموجهة لإطلاق سراح المعتقلين والمطالبة بالحريات ومحاكمة كل المسؤولين الانتهاكات بحق المعتقلين كما لو كان نايف حي، كما لو كان نايف موجود. لا تغيروا شيئا من برامجكم، بالعكس زيدوا. قد يقول قائل والله محمد بن نايف يتأسف علشان أبوه، ما يقدر، لأنه مشروع أسره، حتى محمد بن نايف رقى لحال المعتقلين ما يستطيع. الأسرة نفسها منظومة كاملة لا تريد التساهل في قضية المعتقلين. ثانيا، لابد من الاستعداد لكل الاحتمالات بسبب تدهور صحة الملك. أنا ما أقول الملك يموت، ولا أقول الملك راح يتدهور، راح يعجز عن الحكم الآن ويصير في غيبوبة، لا، ما أدري، يمكن يمتد به العمر، يمكن يستمر، يستطيع يتعامل مع التحديات. لكن لابد من الاستعداد لاحتمال، ما دام وضعه الصحي سيء لابد من الاستعداد لهذا الاحتمال، حدوث خلاف في العائلة على ولاية العهد أو خلاف على منصب وزير الداخلية، والاستعداد لما يمكن أن يترتب على هذا الخلاف من فوضى. يعني لابد من الاستعداد لهذه الاحتمالات: خلاف على منصب ولي العهد، خلاف على وزير الداخلية، وكذلك لو مات الملك خلاص ما عندهم ولا آلية لترتيب أمورهم. ثالثا، الاستعداد للأسوأ. الأسوأ من ذلك وهو حيلة أمريكية ذكية يستلم فيها خالد التويجري السلطة على شكل رئيس وزراء يدير البلد خلف ملك دستوري هو متعب بن عبد الله. يجون يضحكون على أخواننا الدستوريين، يقولوا والله سوينا ملكية دستورية ونحط متعب بن عبد الله ملك، ويستصدرون قرار من الملك عبد الله نفسه أنه خلاص يعني هو يتنحى الملك عن الملك مختارا، ويحطوا لده متعب ويعين خالد التويجري رئيس وزراء. ما سوينا شيء، يعني رئيس وزراء المفروض يكون منتخب من الشعب حسب الملكية الدستورية. رئيس وزراء منتخب من الشعب، مو يعينها الملك. ما صارت ملكية دستورية بالطريقة دي. فإذا لابد من الاستعداد للأسوأ، وأمريكا شغالة على هذا الخيار، وعلاقتها بخالد التويجري علاقة ساخنة جدا. وبهذا تنادي الحركة كل النشطاء وخاصة طلبة العلم والمثقفين بالمبادرة إلى التحرك لمواجهة الأسوأ واستغلال الاستعداد النفسي في المجتمع للتحرك. المجتمع الآن غضبان، ساخن، متضايق من قضية معتقلين.